البنات كي دايرين لاباس عليكم مرحبا بكم دائما في وصفه جديده من وصفات ملح وسكر ان شاء الله اليوم ندوزو وقيته زوينه مع اكله شتويه رائعه من جد واللي هي الفول اليوم غادي نعطيكم واحد الوصفه يعني زوينه زوينه بزاف و كان عندكم هكذا الفول وكانت عندكم مصيره وشويه د تابعي معي اختي هاد الوصفه رائعه جدا وان شاء الله غادي تعجبك وتوجديها في دقائق يعني ما تحتاج شي وقت كبير وخاصه للموظفات او العاملات اللي كيجيو معطلين يعني ويدخلوا للديور ديالهم يعني يعني يعجزوا انهم يطيبوا ولا انهم يعني يوجدوا شي اكله هكذا تاخذ شويه ديال الوقت هاد الطريقه هذه اللي غادي نعطيها لك حبيباتي راها زوينه وسهله ودغيا كتوجد باتي شنو كنحتاجو في هاد الوصفة كنحتاجو كمية ديال الفول على حسب أفراد الأسرة نص كيلو أو لا كيلو لا ربع على حسب المتوفر معاه هنايا عندنا واحد المصيرة وعندنا كمية ديال التوم ثلاثة ديال الدروس هكذا يكونوا كبارين وغادي ناخدو أشياء أخرى من بعد غادي نعطيها لكم أول حاجة ناخدو الفول هاد الفول هذا كنخليوه هكذا صاين وغادي نغسلو انا غادي نغسلو مزيان بعد نكملو بقيه المقادير كنغسلوه مزيان و... ويعني من الغبار وداك الشيء العالق فيه وكان آه نقطعوه يعني نحيدوا له هاد الطريبيشات آه هادو ديال اولا الرؤوس صافي وغادي نقطعوه طريفات صغار هنا من الاحسن تختاري هذاك الفول اللي يكون باقي صغير يعني يكون ما يعني ت... يعني غادي تستفدي من هذيك القشره ديالو ما تجيبيش داك الفول اللي كيكون كبير بزاف ونحيدو هاد يعني هنايا كيكون واحد ل... شي نقاط كحل اولا شي حاجه صافي كننقيوه الا كننقي بحال هذا عندي ونقي نقي وزوين طري آه وكنختار انا دائما الفول اللي يكون صغيور باش كندير هاد الاكله هادي ودغيا كيطيب ان شاء الله ايوا وغادي نمشي انا غادي نغسل هاد الشيء ونقيه وديك ساعات نتلاقاو باش نكملوا الوصفه شوفوا حبيباتي وجدت الفول ديالي بعد ما غسلته ونقيته ضروري اننا نديروا واحد القطيرات ديال الخل في الماء باش يتحيد داك الغبار والوسخ آه كنقيوها على هذه الطريقه هذه نقينا آه ايضا التومة عندي القزبر والمعدنوس عندي جوج مطيشات صغيورين وعندي واحد المطيشه آه ديال الحك واحد المعلقه كبيره وغادي نتبلو بالتوابل عندي كميه ديال الزيت آه الزيتون هنايا مخلطه مع الزيت آه الروميه اذا نبداو على بركه الله فو كناخذوا الطنجره ديالنا اولا وخاصه اه طنجره الضغط اه قلنا حنايا هاد الاكله غادي تكون اه سريعه اه غادي ناخذوا كميه هكذا ديال الزيت اه اه يعني الزيت البلديه مع الروميه واللي بغى يدير غير الزيت اه الرومي عفوا البلديه ممكن انه يديرها كناخذوا داك الدريسات ديال الثومه هنا الثومه زوينه كتواتى بزاف مع الفول صافي كنهرسوها هكذا بهذه الطريقه هذه غادي نهرسها كامله هكا كتجي زوينه هاد الاكله ولذيده بهاد الثومه اه انا في الفول ما كنعملش البصله آه لان الفول كت كتوتى مع الثومه فقط وكان اللي كيبغي يدير بصله الخضر ممكن انه يضيفها آه غادي ندير لديك الكميه ديال مطيشه باش نرد كلشي كيتقلى ندير كميه هنا عندي بزاف ديال الربيع آه غادي ندير كميه جوج معالق كبار هكذاك صافي وندير هذيك مطيشه ديال الحك شوفو هادي وغادي نرد الكل على النار صافي نهبط بالمعلقه صافي آه نديرو آه شي شويه ديال الملحه انا حداكم كندير كل شيء باش غتعرفوني شنو درت آه ونديرو التحميره آه واحد آه المعلقه هكذا صغيره ديال التحميره باش كتعطينا اللون والمذاق حتى هي للفول ما نساوش نديرو شي شويه طريقه نص معلقه ديال الابزار غير شي شويه باش كيجينا كي لديود وممكن انكم تعملوا الفلفله حمراء الحاره وندير كميه ديال الكمون حتى الكمون كيلدد كي لينا الفول ها صافي وغادي نرد الكل يتشحر ونتلاقاو باش نكملوا الوصفه كنت دري عليها هي كذي كت كتقلى كناخذوا هاد المصيره هادي انا عندي هنا داك المصير البلدي صافي كنديروها هكذا واحد الخيوط هكذا ولا طريفات ديال الحامض المصير باش كيعطينا النكهه مزيانه في هذا في الفول صافي كنديروا هكا واحد جوج ولا ثلاثه صافي ما ومعايا المطيشه ديالي ها هي دي بدات كتقلى كتعطي واحد النكهه رائعه رائعه صافي زوينه هكذا ملي كتقلى الثومه مع مطيشه غادي ندير غير واحد نص كاس ديال الماء ما لان الفول غادي يطلق لي الماء وانا ما باغياش يكون يعني فيه المرق بزاف غادي نخليها تغلى واحد شويه ونخوي عليها هذاك الفول غي غادي نخلي هذا اه الطنجره ديالي راه هي اللي كتقلى معايا اه غلات ليا هنايا الطنجره ديالي غادي نصب هذاك الفول غير بشويه هكذا بسم الله هكذا باش يتلبس لي بداك المرق ديال مطيشه التوابل اللي عملنا انا بالنسبه للفول ما, ما كيف كتشوفوني درته مباشره باش نحافظوا على ديك القيمه الغذائيه اللي فيه ما يعني ما فورتوش او لا ما ما سلقتوش صافي ما ندير الحامض لان الحامض المصير راه موجود وما غاديش يكحل لي الفول مادام درت المصير صافي هكذا كنبقاو كنحركو فيه باش يتلبس داك المرق الديد ديال مطيشه صافي هذا مكان هكا صافي وغادي نسد عليه نسد عليه ونقص له البوطا يعني هنايا كتشوفوا الماء ما كثرتش درت غير نص كاس ونقصوا عليه العافيه حتى يطيب على مهلو راه هو خفيف وصغير الفول دغيا غادي يطيب صافي هذا مكان كان غادي نسد عليه الغطا ديالو صافي وغادي نخليه يطيب على مهلو نتلاقاو ان شاء الله باش غادي نقدموه مع الزيتون الاحمر فو حبيبتي الفول ديالنا هو دا بعد ما طاب ربع ساعه اه كيجي كي هكذا اه يعني واقف في المرقه ديالو نتمنى ان شاء الله هاد الوصفه تكون اه عجبتكم وراقتكم وهكا توجدوها يعني بسرعه وسهله ما فيهاش مقادير اه كتيرة وغادي نصب ان شاء الله دابا في اه في التوصيل ديال التقديم فو اه الفول ديالنا بنهار اليوم هو هذا كيجي اه زوين ويعني مشرم بواحد الشرموله رائعه ومرق هكذا ما فيهش الماء بزاف نتمنى ان شاء الله ترقكم هاد الوصفه وتعجبكم ان شاء الله الا عجبتكم ما تنساوناش في اللايك والاعجاب وتعملوا لنا واحد البصمه تحت الفيديو وتعليقات ديالكم حول هاد الاكله هادي الجديده الشتويه وخليت لكم الراحه والى وصفه اخرى واكله اخرى بحول الله